حبيب الأمة صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يتوضأ ويريد أن يقوم ليصلي بالناس صلاة الجماعة وما يستطيع صلى الله عليه وسلم من شدة المرض، بل يغشى عليه، ثم يحاول مرة ثانية ومرة ثالثة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا أقول أنا وأنت؟ ماذا أقول أنا وأنت؟ ماذا أقول أنا وأنت الذين قد وهبنا الله عز وجل القوة والعافية والنشاط، ومع ذلك نتكاسل عن أداء صلاة الجماعة؟ وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع شدة المرض المقعد عن صلاة الجماعة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يحاول ثلاث مرات. بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم صح عنهم أنهم كانوا يقولون: ما أذن مؤذن إلا وأنا إلى الصلاة بالأشواق. يأتي إلى الصلاة، أول ما يسمع الأذان تجد في قلبه شوق إلى الصلاة. مشاكل في قلوبنا، من الناس من يعاني من حب الدنيا، من الناس من يعاني من ضعف الإيمان، من الناس من يعاني من التأثر بالشهوات، التأثر بالشبهات، التأثر بما يراه من زينة الدنيا. تريد العلاج؟ تريد تعالج نفسك؟ عليك بالصلاة. أقبل إذا سمعت المؤذن ينادي إلى الصلاة، فأقبل إلى الصلاة.